فضيحة عسكرية جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت عنها صحيفة تيدعوت أحرونوت. قالت إن سلسلة المشاريع العسكرية السرية الضخمة فشل الجيش الإسرائيلي في إكمالها والاستفادة منها. الصحيفة قالت إنه بالرغم من التكلفة المالية الباهظة التي كلفت ميزانية الدولة لتنفيذ هذه المشاريع، فإنها سجلت فشلا ذريعا يقدر بمئات الملايين. الصحيفة أفادت إن الجيش الإسرائيلي قام ببناء المشاريع تحت غطاء واسع من السرية والرقابة العسكرية الخارجية والداخلية لمنع الجمهور والجنود المقاتلين من العلم بها، لكنها تتساءل عن من يمكن محاسبته في فشل هذه المشاريع التي كان من بينها مثلا مشروع اتصالات عسكرية بخطة سرية مشتركة بين ركن الاتصالات والاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. أمامك.